الله 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 يا جماعة. والله برضو سويسرا عندي التوب، لا أحد يقنعني يقول لي أرد أنت عنصري وأنت مقتنع. هي جميلة للأمانة، ما توقعت يعني أن زلمسي أو كابرم بهذا الجمال. ما شاء الله ولا حول ولا قوة، يعني سبحان الله العظيم اللي خلق الجبال السحاب. فعجبتني لدرجة أني سرت ما أدري وين أروح، أبغى أمشي بس، أبغى أمشي وأمشي وأمشي وتستمر الحياة. نعم نعم نحن كذلك. طيب لا تدخل لو سمحت، نرجع مرة ثانية لمرافقنا في رحلة. طيب يا دحمي وقف وقف الله استبي ولا تدري عشان الناس تستمتع، في بعضهم طفشانين من الشعب السعودي إذا سافر برا يقول لك أول منظر ما بيه. طيب ايش انطباعك عن النمسا؟ النمسا 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 لهم سنتين هبلوا فينا. النمسا في الصيف صيفها شبيه لصيف الرياض، فيها نفس النسمة الحبيبة. رجعنا زي اول. ايش دخل الرياض؟ طب بسألك سؤال، انت اول مرة تجي النمسا كيف تقول النمسا صيفها وحنا لسه ما دخلنا الصيف؟ في ريحة، في ريحة جو يعني شبيه لربيع الرياض كذا، فيه ربيع الرياض. ايه سامحونا يا جماعة، أنا تهورت في إني الفيديو هذا خربته معه.